ازيكم يا أبطال أخباركم إيه يا رب دايماً تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايماً خلاص بكرة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإن شاء الله لازم تكون مذاكر كل المنهج لازم تكون مذاكر كل الدروس في توقعات كتير ظهرت النهاردة وإمبارح عن أهم المواضيع اللي ممكن تيجي في الامتحان أنا هقول لك معظمها دلوقتي ولكن 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 أنت بتذاكر المنهج كله دي ما هي إلا توقعات قد وقد لا تاتي فما تركزش الا على كل المنهج كله وممكن تبص بصه على كتاب المدرسه ده مهم جدا والامتحان عمره ما هيطلع من كتاب المدرسه وتاكد ان انت تكون حالل كل اسئله الكتاب المدرسي اثنين في القراءه ممكن تركز على بعض الدروس المهمه عندك بجانب درس اراده التغيير رقم ثلاثة النصوص منها النثري هتأكد على التكافل الاجتماعي غربة وحنين ورثاء مي الأدب طبعا القصة القصيرة مهمة جدا ومدرسة أبولو وهي ثلاث مدارس يعني الأحياء والبحث ومطران تمام؟ الاحياء والبعث ودي مترون تمام وبعد كده تحل النماذج الاسترشاديه سيبها لك تحت في الوصف دي توقعات الاستاذ جويش مدرس اللغه العربيه قالها على قناه اون اي e مع الاعلاميه بسمه وهبه هسيب لك النماذج الاسترشاديه لازم تحلها كامله هسيبها لك في الوصف وفي اول تعليق